السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ آخر محاضرة ليا معاكم النهاردة بعنوان بروتين سينسيس. أكيد عرفتوني خلاص من صوتي، يعني أنا دكتورة مروة. هنعرف النهاردة يعني إيه جينيتك كود، كاركترز أوف جينيتك كود، والبروتين سينسيس بيتم إزاي، والستبس أوف بروتين سينسيس. يعني إيه بروتين سينسيس؟ يعني ممكن أقول عليه إن هو عملية الجين إكسبريشن، يعني الجين بيعبر إيه عن نفسه. البروتين سينسيس، ليه الجسم ليه القدرة ان هو يعمل بروتين سينسيس؟ لان البروتين ميك اب اول ليفنج ماتيريالز. يعني هلاقي عندي ان الاكتين والمايوسين اللي موجود في المصل ده عبارة عن بروتين، السيل ريسبتورز دي عبارة عن بروتينز، الانتي بوديز اللي هي الاميون جلوبولينز دي برضو عبارة عن بروتين، بلاقي الهيموجلوبين اللي موجود في الدم بتاعي ده برضو بروتين، الهير والنيل بيبقى فيهم بروتين اللي هو الكيراتين، والايون تشانلز المسؤوله عن الكوندكشن اوف نيرف امبلس بتبقى عباره عن بروتينز، الانزيمات اللي موجوده دي كلها اللي بتعمل ميتابوليك رياكشنز دي عباره عن بروتينز، الهرمونز عباره عن بروتينز. فالبروتينز بيعمل لي ميك اب اول ليفنج ماتيريالز، فبالتالي لازم الجسم يبقى يقدر يعمل بروتين سينسيس. كل البروتينات دي بتختلف عن بعض في التركيب بتاعها، يعني كل بروتين ليه ايه سر الخلطة بتاعته، موجود فين سر الخلطة ده؟ موجود على موجود في الدي ان ايه، موجود عندي في متحمل على الجينات اللي موجودة في الدي ان ايه. طيب عندي كام امينو اسيد بيدخلوا في السنسس بتاع البروتين؟ ما عنديش غير 20 different amino acids هما اللي مسؤولين على التركيب بتاع كل البروتينات اللي موجودة في النيتشر. طيب هل البروتين الواحد بيحتوي على كل ال 20 امينو اسيد بيدخلوا في الاستراكشر بتاع البروتين؟ لا، ممكن بروتين ما فيهوش غير بس 10 امينو اسيدز بيدخل في تركيبه، 10 امينو اسيدز. طب احنا هتقولوا لي احنا خدنا ان البروتين الاستراكشر بتاعه بيبقى اكتر من 50 امينو اسيد والا يبقى اسمه بيبتايد او بولي بيبتايد. تمام، انا ما قلتش حاجه، فعلا البروتين بيبقى بيحتوي على اكتر من 50 امينو اسيدز، بس ال 50 امينو اسيدز دول ممكن يكونوا فيهم امينو اسيدز بتتكرر. يعني مثلا لو في بروتين بيدخل في التركيب بتاعه 10 امينو اسيدز، فبلاقي ان ال 10 امينو اسيدز دول ال 10 دول مختلفين عن بعض، لكن ممكن الواحد بيتكرر اكتر من مره. يعني مثلا 10 لايسين على 15 ثريونين على 3 هيستيدين لغايه لما يكونوني ايه البروتين بتاعي. يبقى في عندي كام امينو اسيدز اللي انا اعرفهم اللي هم ال 20 امينو اسيدز. different protein are made by combining these 20 amino acid in different combinations. يبقى البروتينات بتختلف عن بعض في الترتيب بتاع ايه الامينو اسيدز بتاعها. طيب بيحصل فين عمليه البروتين سينسيس في الجسم؟ في مركب اسمه الرايبوزومز، ده أورجانيل موجود في السيتوبلازم بتاع السل. عبارة عن ايه الرايبوزومز ده؟ خدتوا وانتوا في الـ RNA ان في 3 انواع من الـ RNA: messenger RNA، transfer RNA، ورايبوزومال RNA. الرايبوزومال RNA لما بيتحد مع بروتينز بيكون لي اللي هو الرايبوزومز، ودي السايت اوف سينسيس اوف بروتين، او الفاكتوري بتاع اللي هو ايه المصنع بتاع البروتين سينسيس. function of proteins، بلاقي ان البروتينز ليه بتلعب دور مهم في الجسم، لان هي بتحمينا من الديزيزز لانها بتدخل في التركيب بتاع الاميونوجلوبولينز، وبيلد النيو تيشو لان معظم التيشوز التركيب بتاعها بيبقى عباره عن بروتينز، الانزيمز زي ما قلنا هي تركيبها عباره عن بروتينز، وبلاقي البروتين السيل ميمبرينز بيبقى عبارة عن بروتين وبيبقى فيه ايه ليبيد وبيبقى فيه كربوهيدرات. فالبروتينز مهم جدا بالنسبة للجسم. طيب عشان اعمل بروتين لازم الاول اعمل حاجة اسمها ترانسكريبشن اللي انتوا اخدتوها. ايه هو ترانسكريبشن؟ اللي هي formation of RNA from DNA. انتوا اخدتوا معايا الريبليكيشن، الريبليكيشن كان formation of DNA from DNA. الترانسكريبشن هو عبارة عن formation of RNA from DNA. اما الترانسليشن اللي هي موضوعنا النهارده، الترانسليشن هي عمليه البروتين سينسيس او اللي هي عمليه الجين اكسبريشن، ان انا بعمل الماسنجر ار ان اي ده بيحمل لي سر الخلطه اخده من الدي ان اي، وبعد كده
بيترجم لبروتين، فبسميه ايه ترانسليشن. اول ستيب عندي ليه هي بقول عليها لازم يحصل اول ترانسكريبشن، لان انا عندي الدي ان ايه ده بيحتوي على الاف الجينات، في جينات كتير جدا موجودة على الدي ان ايه. طيب انا عايزة اعمل دلوقتي سنسس مثلا للانسولين هرمون، مفيش داعي ان انا انسخ كل الدي ان ايه ده علشان خاطر اعمل سنسس للانسولين هرمون. فاللي بيحصل ان انا حاجة عندي الجين اللي هو بيبقى كارينج للصفات الوراثية اللي هي السر الخلطة بتاع الانسولين هرمون، واعمل ترانسكريبشن، باخد كوبي من الجين ده في صورة ماسنجر ار ان ايه. ليه؟ لان زي ما قلنا الدي ان ايه ده مولوكيول كبير موجود جوه النيوكلس، واحنا عملية البروتين سينسس بتتم في السيتوبلازم، ما ينفعش انقل الدي ان ايه كله او اخد منه كوبي كله واطلعه برا للسيتوبلازم. فانا باخد كوبي للجين المسؤول عن الانسولين هرمون سينسس، زي مثلا بيكون في عندي فايل على الكمبيوتر، بدل ما بعمل كوبي للفايل كله لا بعمل كوبي للكرنت بيج، البيج اللي انا واقفة عليها هي دي بس اللي انا عايزاها. فاروح انا برضو نفس النظام بيحصل، بعمل كوبي اكني بعمل باخد نسخة من الشفرة الوراثية الموجودة على الدي ان ايه علشان اطلع بيها من النيوكلس واروح للسيتوبلازم اللي هو السايت اوف سينسس اوف بروتين. يبقى الفيرست تيب عندي اللي هي كوبينج اوف جينيتك انفورميشن فروم دي ان اي تو ار ان اي، ودي بنسميها ترانسكريبشن. ليه؟ علشان الدي ان اي هاز جينيتك كود فور ذا بروتين ذات نيدز تو بي ميد، بات بروتينز ار ميد باي ذا رايبوزومز، ورايبوزومز ار اوتسايد ذا نيوكليس ان ذا سيتوبلازم. ذا دي ان اي از تو لارج تو ليف ذا نيوكليس، لان هو عباره عن دبل ستراندد والستراندز طويل، but RNA can leave the nucleus لان هو عبارة عن single strand وبيبقى حتة short بس صغيرة اللي هي اللي بتحمل لي السر الخلطة بتاع الانسولين هرمون، وبتطلع من البورز بتاعة النيوكليس لغاية لما توصل للسيتوبلازم وتروح للرايبوزومز علشان تتم عملية البروتين سينسس. نيجي تاني خطوة بعد ما خلاص كده انا اخدت سر الخلطة بتاع مثلا الانسولين هرمون، هنبدا تاني استبل هيل ترانسليشن، ابدا بقى في عمليه الترجمه دي بتاعتي واحول الماسنجر ار ان اي لبروتين. تمام، عندي الترانسفير ار ان اي ده وظيفته ان هو بيبقى من اسمه ترانسفير، يعني بينقل الامينو اسيدز ويوديها للرايبوزومز علشان تتم عمليه البروتين سينسس. طب الامينو اسيدز اللي هي ترانسفير ار ان اي شايلها جايبها منين؟ جايبها من الدايت بتاعي، انا اكلت دايت فيه بروتين، فالبروتين ده بيتكسر لامينو اسيدز وتدخل للامينو اسيد بول علشان خاطر الجسم يستخدمها في سينسس اوف نيو بروتينز. نعرف بقى يعني ايه الجينيتك كود، في كلمة كده اسمها كودون، يعني ايه كودون؟ اللي هي 3 بيز سيكونس، يبقى لما يبقى في عندي 3 بيز ورا بعض دول بسميهم كودون. يبقى الماسنجر ار ان ايه هو عبارة عن ايه نيوكليوتايدز مرصوصة ورا بعض، وكل نيوكليوتايد بيبقى فيها ايه البيز بتاعتها، فالسيكونس بتاع 3 بيز اللي موجودين على الماسنجر ار ان ايه بسميه الكودون، والكودون ده هو الشفره بتاعه الامينو اسيد. يبقى كل امينو اسيد ليه ايه كودون خاص بيه، يبقى ال 3 بيز دي هي اللي بتحدد لي ايه انهي امينو اسيد هيدخل لي دلوقتي في عمليه البروتين سينسس. يبقى a series of 3 adjacent bases in messenger RNA molecules codes for a specific amino acid called a codon. يبقى كل amino acid ليه codon specifically. The sequence of nucleotide base on the messenger RNA are always read in 5 to 3 direction. يبقى زي ما كنا بنقول ان عملية synthesis of new strand of DNA بتبقى ماشية in 5 to 3 direction، برضو بيبقى عملية البروتين synthesis السيكونس بتاعي بقى راه من 5 to 3 direction. هنتعرف ازاي على بيجي دلوقتي خلاص اول ما ال 3 بيز اللي هم دول بيحددون لي نوع الامينو اسيد، يجي الترانسفير ار ان ايه اللي شايل لي الامينو اسيدز ده ويدخل في الرايبوزومز
علشان تتم عملية البروتين سينسس. طب هيتعرف عليه ازاي؟ هيتعرف عليه عن طريق الانتي كودون، يبقى الترانسفير ار ان ايه زي ما انتوا اخدتوا اثناء البروسيسنج بتاع ترانسفير ار ان ايه، بيبقى فيه برضو ايه لوب كده اسمه اللي هو الانتي كودون لوب، ده اللي بيبقى كومبلمنتري مع الكودون. طب انا عندي كام نيوكليوتايد بيز؟ عندي 4 بيزز اللي هم الاي واليو والجي والسي، لان احنا هنا بنتكلم عن الار ان اي، فبقى ما بيبقاش في عندي ثيامين، بيبقى في عندي ادينين يوراسيل وجوانوزين وايه وسيتوزين. لما اجي اعمل ديفرنت كومباينيشن للاربعه بيزز دول واطلع 3 بيز، عايزه اعمل اخلطهم بشكل مختلف في كل مره عشان اطلع 3 بيزز مختلفين، فبيبقى المحصله عندي هيطلع عندي 64 ديفرنت كودونز. يبقى في كام كودون عندي؟ في 64 ديفرنت كودون. جم منين؟ اللي هي 4 في 4 في 4 يدوني ايه ديفرنت 64 ديفرنت كودونز. طب انا عندي كام امينو اسيد؟ عندي 20 امينو اسيد. يبقى ال 20 امينو اسيد بيبقى ريبريزنتنج بي كام؟ بال 64 ديفرنت كودون. لا ثواني كده، مش ال 64 كودون بيعملوا لي ال 20 امينو اسيد، في 3 كودونز بقول عليهم الستوب كودون. يعني ايه ستوب كودون؟ يعني دول اول ما يظهروا اثناء البروتين سينسس معناها ان كده عمليه البروتين سينسس اكتملت. يبقى هيتبقى لي كام من ال 64؟ هيتبقى لي 61 كودون. يبقى ال 61 كودون دول هم اللي مسؤولين او بيترجموا لي ال 20 امينو اسيد. يبقى زي ما احنا فهمنا كده ان اكيد الامينو اسيد الواحد ليه اكتر من كودون، تمام؟ يبقى الامينو اسيد الواحد ممكن يبقى ريبريزنتد باي اكتر من كودون، حلو كده، لكن الكودون ما ينفعش يبقى ليه اكتر من امينو اسيدز. يبقى الامينو اسيد الواحد ليه اكتر من كودون، لكن الكودون نفسه ملهوش غير، ما بيعبرش غير عن امينو اسيدز واحد. يبقى في عندي كام كودون؟ في عندي 64 كودون، منهم 3 ستوب كودون، وال 61 كودون دول مسؤولين عن بقيه الامينو اسيدز. الستوب كودون دول دايما بيبداوا بحرف اليو، اللي هما يو اي اي يو اي جي ويو جي اي. يبقى دول هما الثري ستوب كودون، يو اي اي يو اي جي يو جي اي. في عندي بيقول ان اتش ترانسفير ار ان اي هاز 3 نيوكليوتايدز ذات ار كومبلمنتري تو ذا كودون، هي دي اللي قلنا عليها اللي بنسميها الانتي كودون. يعني الترانسفير ار ان اي من تحت ده السايت اللي هو بيبقى ايه بيركب فيه على الكودون اللي موجود على الماسنجر ار ان اي، فبيبقى برضو فيه بيزس بتبقى بنسميها 3 بيزس بنسميهم الانتي كودون، بيرتبط مع الكودون بهيدروجين بوند علشان يثبت الترانسفير ار ان اي على الماسنجر ار ان اي. طيب ايه الكاركترز اوف ذا جينيتك كود؟ هما في عندي ليهم 6 كاركترز: سبيسيفيسيتي، ديجنراسي، universality، non-overlapping، comma-less، collinearity of gene and products. يعني ايه specificity؟ This means that each codon is specific for single amino acid and not code for any other amino acid. يعني مثلا ال UUU ده كود فور فينايلالانين، ده اللي احنا قلناه ان الكودون ما ينفعش يبقى خاص بالتو امينو اسيدز يعمل لي اتنين امينو اسيدز، لا الكودون بيبقى سبيسيفيك لسنجل ايه امينو اسيدز. يعني ايه كلمة degeneracy؟ degeneracy في عندي there are 64 codons، 3 of them are nonsense termination codons، so that there are 61 codons that code for 20 amino acids which indicate multiple codons must code for the same amino acid. ده اللي احنا برضو قلناه ان الامينو اسيد الواحد بيبقى ليه اكتر من كودون. يعني مثلا هلاقي الامينو اسيد زي الارجينين ليه 6 different codons. universality يعني ايه المقصود باليونيفرساليتي؟ This means that the same codon codes for the same amino acid in plants, animals, human, bacteria and virus. يبقى الكودون بتاع الامينو اسيد هو في الهيومن زي الفيروس زي البكتيريا زي البلانتس زي الانيمالز. ده المقصود باليونيفرساليتي.
non-overlapping. This means that there is no base can function as a common member in two consecutive codons. يعني ما ينفعش مثلا البيز رقم 3 تبقى مشتركة ما بين كودون 1 وكودون 2. لا ده بيبقوا مش ما ينفعش يركبوا على بعض خالص ويبقى في بيز مشتركة ما بين 2 codons. بعد كده في ان هو يبقى كوماليس. كوماليس يعني ان البيزس ماشيين ورا بعض من غير ما في اي حاجة بتفصلهم، يعني ما فيش حاجة بتفصل لي البيزس، البيزس ماشيين ورا بعض ومع ذلك ما بيحصلش لخبطة في عملية ايه البروتين سينسس. اخر كاركترز عندي اللي هي كولينياريتي اوف جين اند برودكت، بيبقى في there is linear correspondence between the nucleotide base on the DNA بعد كده المسنجر RNA وبيبقى corresponding للأمينو أسيد sequence on the protein. يعني مثلا أدي عندي DNA في basis اللي هي T و C و A، هلاقي المسنجر RNA قصاده بيبقى complementary ليه، اللي هو الثايمين هتبقى قصادها أدينين والسيتوزين قصاده جوانوزين والأدينوزين قصاده يوراسيل. نيجي بقى للترانسفير RNA اللي هيبقى كومبليمنتري مع الكودون الموجود على المسنجر RNA، هلاقيه برضو فيه كورسبوندنس، الأدينين هيبقى قصاده يوراسيل، الجوانوزين قصاده سيتوزين، اليوراسيل قصاده ايه أدينين. طيب في فينومينا كده اسمها وابلنج فينومينا او كروكس وابل هايبوثيسس، دي اللي هي بنقول عليها ان الثيرد بيز اللي موجودة على اللي هي الكودون ما بتبقاش سبيسيفيك قوي في البايندنج بتاعها. بمعنى ايه؟ ان الثيرد بيز بيبقى فيه ريدوس سبيسيفيسيتي اوف ذا ثيرد بيز اوف ذا كودون، اتس كولد ثيرد بيز ديجنرسي اور وابلنج فينومينا بيكوز ذا تشينج ان ذا ثيرد بيز اوف ذا كودون نوت ميك اني ديفرنس ان كودون ترانسليشن. دي هفهمها لكم ازاي. ان احنا قلنا عندي في 20 امينو اسيدز ليهم اكتر من كودون، الترانسفير RNA ما عند قد في عددهم قد الامينو اسيد، ما عنديش غير 20 ترانسفير، برضو الترانسفير RNA هم ايه 20 علشان قد ايه الامينو اسيدز. يبقى معنى كده ان المفروض الكودون والانتي كودون يبقوا كومبليمنتري لبعض، يبقى كان المفروض يبقى موجود عندي 61 ترانسفير RNA، لكن مش ده اللي بيحصل. ما ينفعش يبقى فيه عشان ما كترش كميه الترانسفير RNA في السيل، فبيبقى الثيرد بيز اللي موجود على الكودون بتبقى ايه ممكن ما تبقاش سبيسيفيك قوي في الكومبليمنتري بتاعها. يعني مثلا المفروض السيتوزين يبقى مع ايه كومبليمنتري مع الجوانوزين، لا ممكن الاقي السيتوزين يبقى كومبليمنتري مع مين اليوراسيل. تمام كده اتفهمت؟ يعني ايه ده اللي هو مثال ان الفينايل الانين في الكودون بتاعه اللي هو 3 يو، بلاقي برضو ممكن يبقى ليه كودون اللي هو يو يو سي، يبقى بلاقي دايما الكودونز بتاعه الامينو اسيد بتختلف في الثيرد بيز. ليه؟ علشان دي تسمح لها ان هي تبقى كومبليمنتري مع الانتي كودون الموجود على ترانسفير RNA وما اكترش في كمية الترانسفير RNA. لكن لو حصل تشينج في الفيرست بيز او السكند بيز ده بيديني امينو اسيدز مختلف تماما. ماشي. نقول كمان الكريكس وابل هايبوثيسس او الوابلينج فينومينا، بلاقي ان الثيرد بيز اللي موجودة على الكودون doesn't obey the strict rule of complementarity، يعني مش لازم الجوانوزين تبقى قصادها سيتوزين، لا ممكن الجوانوزين يبقى قصادها أدينين. ليه؟ علشان خاطر في عندي 61 كودون دول المفروض يبقوا complementary مع الترانسفير RNA اللي هم عددهم 20 ترانسفير RNA، مش قد عدد الكودون. فيبقى الحل ان الثيرد بيز دي doesn't obey a the strict rule of complementarity، ودي السيجنيفيكانس بتاعتها. قلنا ان هي ايه بتخلي this enable one transfer RNA with specific anticodon to complement several codons on the messenger RNA code for the same amino acid. So no need for 61 transfer RNA to identify 61 codons. ده بيقلل لي النمبر اوف ترانسفير RNA.
نيجي بعد كده للستيبس اوف بروتين سينسس. عمليه البروتين سينسس دي عمليه معقده جدا، بنقسمها لانيشيشن وبروباجيشن بعد كده تيرمينيشن. وبيبقى في عندي بروتين فاكتورز لكل مرحله منهم، يعني مثلا البروتين اللي بتدخل في الانيشيشن بروسيس بنقول عليها انيشيشن بروتينز، واللي في الالونجيشن بنقول الالونجيشن بروتينز، وفي التيرمينيشن بنقول تيرمينيشن بروتينز. وبيبقوا دول اكتر من بروتين. انا علشان خاطر ابسط عليكم الموضوع مش هدخل في الديتيلز دي زي اللي هي موجوده في المذكره اللي معاكم، هخفف عليكم الموضوع شويه، مش هطالبكم بكل الكلام اللي مكتوب في المذكره، هنكتفي باللي انا هقوله في المحاضره بس ناخد فكره عامه عن عمليه البروتين سينثيسس. فنبدا مع بعض اللي هي مرحله الانيشيشن. الانيشيشن هي بدايه البروتين سينثيسس. طيب فاكرين لما قلنا في ال DNA replication ان كان في عندي origin of replication اللي هي ايه بتحدد لي site of beginning of replication؟ برضو في بالنسبة لي البروتين سينسس في كود معين بيحدد لي بداية عملية البروتين سينسس، بسميه ال initiation codon. ايه هو ال initiation codon؟ اللي هو ال AUG، ده الكودون ده اللي مسؤول عن الامينو اسيد اللي هو اسمه ميثايونين. يبقى بلاقي كل البروتينات اللي موجودة بتبقى كلها بتبدأ بالميثايونين أمينو أسيد، علشان الانيشيشن كودون اللي هو الـ AUG ده خاص بالميثايونين أمينو أسيد اللي هو الماسنجر RNA دلوقتي، وهو موجود جوه الرايبوزوم. الرايبوزوم بتفضل تتحرك على الماسنجر RNA بالضبط، أنا بمثلها بحركة السوستة، وهي الراس بتاعة السوستة وهي ماشية على المجرى بتاع السوستة. بتفضل الرايبوزوم يتحرك على الماسنجر RNA لغاية لما يلاقي الانيشيشن كودون اللي هو الـ AUG. بمجرد ما هيلاقي الانيشيشن كودون الرايبوزوم هتقف في المكان ده علشان خاطر الترانسفير RNA اللي هو شايل لي الميثايونين امينو اسيد يدخل في السايتو بتاعه ويكون لي هيدروجين بوند مع الكودون اللي قصاده. يبقى انا دلوقتي عندي ادي بدأنا مرحلة الانيشيشن بمجرد ما لقينا الانيشيشن كودون اللي هو الـ AUG، فيروح الترانسفير RNA الانتي كودون بتاعه يرتبط مع الكودون بهيدروجين بوند ويبقى شايل لي ايه الامينو اسيد اللي هو اسمه ميثايونين. يبدا يجهز دلوقتي في المكان التاني لان الرايبوزومز فيها تو سايت، واحد بقول عليه امينو اسيد سايت والتاني البوليبيبتايد سايت. فدلوقتي الامينو اسيد موجود في سايت منهم، يجي بعد كده يجهز الترانسفير RNA التاني اللي شايل لي الامينو اسيد رقم 2 اللي هو بيتحدد على اساس الكودون اللي موجود وظهر عندي في السايت التاني. بمجرد ما يدخل الترانسفير RNA في السايت اللي موجود على الرايبوزومز كده بدأنا مرحلة الإيلونجيشن. يبقى الإيلونجيشن بتبدأ بمجرد ما الترانسفير RNA رقم 2 اللي شايل الأمينو أسيد رقم 2 يدخل في السايت بتاعه على الرايبوزوم، وبرضو بتتكون هيدروجين بوند ما بين الكودون والأنتي كودونز. يجي دلوقتي الأمينو أسيد المفروض إن بتتكون ما بينهم ببتايد بوند، لأن الأمينو أسيد اللي بيكونوني البروتين متحدين مع بعض ببتايد بوند. ففي إنزيم اسمه ببتايدايل ترانسفريز ده اللي مسؤول عن تكوين الببتايد بون ما بين الامينو اسيد رقم 1 وامينو اسيد رقم 2. فاللي بيحصل ان رقم 1 هو اللي بيتنقل على رقم 2 وبيبقى الترانسفير RNA اللي كان شايل لي الامينو اسيد رقم 1 بقى فري، فبسميه ان تشارجد ترانسفير RNA ان تشارجد، لكن اللي شايل الامينو اسيد بسميه تشارجد ترانسفير RNA. الانتشارج ترانسفير RNA لازم يطلع من مكانه علشان يفسح ايه مكان للترانسفير RNA اللي بعد كده، فيطلع الانتشارج ترانسفير RNA ولاقي ان الرايبوزومز هتتحرك 3 نيوكليوتايد بيز في اتجاه 5 to 3 دايركشن. يبقى دلوقتي هلاقي الترانسفير RNA اللي كان موجود
في رقم 2 هو هيبقى مكان رقم 1 علشان يفضي مكان للترانسفير RNA رقم 3 اللي شايل لي الامينو اسيد رقم 3. يبقى بتفضل الرايبوزومز هكذا، اول ما يدخل الترانسفير RNA رقم 3 في مكانه تتكون ببتايد بوند، وترانسفير RNA هيبقى رقم 2 ده هيبقى unchanged ويطلع من مكانه، وتتحرك الريبوزومز 3 نيوكليوتايد بيزس ان 5 to 3 دايركشن علشان تفتح مكان لرقم 4، وهكذا تستمر العملية لغاية لما يكتمل عندي البروتين سينسس ونوصل مثلا ل اخر امينو اسيد. يعني مثلا ده مثال لبروتين بيتكون من 200 امينو اسيد، تروح يظهر عندي واحد من الستوب كودون. بمجرد ما يظهر one of the stop codon اللي هم قلناهم UAA او UGA او UAG، كده نبقى وصلنا لمرحلة التيرمينيشن. التيرمينيشن بتبدأ بمجرد ما يظهر الستوب كودون في السايت بتاع الرايبوزومز، وما فيش اي ترانسفير RNA بيبقى عليه انتي كودون كومبليمنتري للستوب كودون، فيروح اللي بيتعرف على التيرمينيشن كودون ده اللي هم بنقول عليهم بروتين تيرمينيشن فاكتورز، هم دول اللي هيتعرفوا لي على السايت ده، فيعرفوا ان كده عمليه البروتين سينسس انتهت، فيروح يحصل ديسوشيشن للرايبوزومز، الرايبوزومز هتتفصل عن المسنجر RNA ويحصل ريليس للبروتين اللي تكون، ويبقى كده تمت عملية البروتين سينسس. يبقى البروتين سينسس قلنا بيبقى initiation و elongation، وفي الاخر اخر حاجة اللي هي ايه التيرمينيشن. تمام، وبكده تبقى خلصنا محاضرة البروتين سينسس، وانا شلت منكم كل الحاجات الصعبة اللي هي هتلاقوها في المذكرة، وهجيب لكم ان شاء الله اسئلة سهلة وبسيطة في الجزء اللي احنا شرحناه. وthank you سنة اولى، wish you all the best.